نتواصل معكم رغم يعني الحال راه وين كان وعدنا نابلي منير المعروف في الاوساط الرياضيه باسم بيلا قال كي نربحوا ندير ديكلاراسيون لا جامي بارلي دونك يل فا بارلي افيك لا باج اوفيسيال بيلا واش تقول لنا في الفوز هذا قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم وهنئ اللاعبين على هذا الانتصار ونقول باللي هذا هو الفريق تاع الترجي قال منذ سنين ما شفناش فريق كما هذا وان شاء الله بربي ان شاء الله نكملوا الفرحه تاعنا مع النابا ونسكر الجمهور هذا ذكرني في ايامات زمان وان كنا نلعبوا مع مولوديه الجزائر مع شبيبة القبائل وان شاء الله بربي ان شاء الله الفريق هذا بربي ان شاء الله يروح بعيد ونشكر المدربين والطاقم الاداري ونشكر الجمهور اليوم راهو كان في المستوى ونشكر الطاقم الطبي ونشكر الفريق تاعنا تاع الفيسبوك وخاصه خويا مراد اللي دار قاعد يدير في حوايج بزاف في مجهود كبيره ونقولوا ان شاء الله ربي نخلفوها مع النابا ان شاء الله نزيدوا ان شاء الله نفرحوا الجمهور ونطلبوا من الجمهور يكون مع الفريق تاعو ان شاء الله والسلام عليكم. كان معنا منير نابلي معروف باسم بيلا مناصر وفي ان ديريجون في اللومبر الراجل خفا نزلنا نتواصل معكم نزيدوا نعطيكم كلكي ديكلاراسيون دي كلكي جوار باش نكملوا ان شاء الله نتكمل الفرحه تاع انتصار خاصه عندنا مده ما ماركيناش كي ماركينا 3.